سالي، يمكن محطتنا التالية بتهم كتير من الأشخاص اللي عم يتابعونا اليوم. مع التحضيرات لاستقبال العام الجديد، وكيف فينا نتخلص من الذكريات السيئة، وكيف فينا نتواصل بطريقة صحيحة مع ذاتنا ومع الآخرين لنقدر ننشئ علاقات سليمة ما تأثر على حياتنا. نحكي عن هيدا الموضوع مع مدربة المهارات الحياتية بهية الطحان. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي، وكل عام وانتي بخير. يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله هيك بتكون يا رب سنة حلوة حاملة مع كل الخير والسلام لسوريا ولكل العالم. ان شاء الله يا رب. يسعد صباحك، يسعد واكيد صباحك. ان شاء الله سنة حلوة عليك ايضا على كل احبابك وعائلتك. بداية بس نقول انه نحن بلشنا نعد هيك الايام ويبدا العد التنازلي لنودع عام ونستقبل عام، بنوقف شوي مع ذاتنا وبنشوف بهيدي السنة نحن كيف تعاملنا، كيف كانت علاقاتنا سواء العملية أو الشخصية على الصعيد العائلي. بنحاول نتجاوز كتير أمور ممكن نعدل فيها، ممكن نلغيها من حياتنا. خلينا نحكي عن النقلة اللي نحن بنستعد لها من عام لعام. مثل ما قلنا أنه هو إن شاء الله يكون عام سلام، فكمان بتمنى أنه هو يكون عام تواصل. ليش تواصل؟ لأنه التواصل هو عصب الحياة، لأنه نحن بطبيعتنا البشرية نحن ناس اجتماعيين، بنحب نتواصل مع الآخر، ما فينا نكون لحالنا. بس لأنا بلش أتواصل مع الأشخاص أو أتواصل مع الآخر، لازم يكون عندي تواصل مع ذاتي. التواصل مع الذات هو شيء مهم، وخصوصا هلأ مثل ما قلتي على رأس السنة، لازم يكون عندي ترتيب لشو رح أعمل بعدين وشو عملت بالماضي. لأقدر أتواصل مع ذاتي لازم أكون عم حب حالي، عم أقدر ذاتي، عم أحترم هاي الذات، عم أعرف حالي كيف عم أتواصل مع حالي روحيا، كيف عم أتواصل مع جسدي، كيف عم أتواصل مع أفكاري. لما أنا أكون عم أقدر حدد بذاتي شو في عندي بالسنين الماضية، شو كان عندي نقاط قوة بشخصيتي، شو كان عندي نقاط ضعف، شو كان عندي سلبيات وشو كان عندي إيجابيات خلال السنة الماضية. بموضوع أنه أنا أكون ركز شوي على نقاط الضعف، أنه أنا أعرفها وأعترف فيها، لأنه في فرق بين أني أنا عم بعرف الشيء وبين أني أنا أعترف بهذا الشيء. هي صعبة شوي عند كتير من الأشخاص، لأنه بهي ذكرتي يمكن نقط أساسية ومهمة. كيف فينا فعلا نتواصل مع ذاتنا اليوم؟ كيف فينا نحب حالنا؟ يعني في كثير من الناس بتلاقي نحن عاطفيين مثل ما قلتي، وما فينا الا ما نتواصل مع الاخر، بس طبعا. عاطفيين لدرجه انه بتحبي تكون الضحيه. اغلب الناس بتلاقيها بتعيش هيدا الدور. قلتي نقطه كثير مهمه، فعلا لازم الواحد يحب ذاته ليقدر يتواصل مع الاخر بطريقه كثير صحيحه، لحتى الاخر ما يتواصل معك بطريقه مش سليمه، يقدر يأذيك ان كان لفظيا او جسديا. خلينا نحكي يمكن لكثير من الناس نقط او بنود نمشي عليها مع بداية العام. قول هيدا العام بال 2020 انا ما بدي بقى العالم تأذيني، انا ما بدي بقى العالم ما تقدر قيمتي، ان كان على الصعيد الحياتي او على الصعيد المهني. خلينا نركز مثلا خطوة خطوة ونحكي عنه. تمام. هلا مثل ما حكينا، لما انا اكون محددة وكون معترفة بالنقص اللي موجود عندي، فانا رح اتقبل انه الشخص اللي انا عم بتعامل معه هو عنده نقص، وما اطلب منه انه يكون كامل، لانه ما في حدا كامل. لما انا اعترف بنقاط الضعف اللي عندي، هاي بتكون الخطوه الاولى لانه انا اقوي هاي النقاط على السنه الجديده، اشتغل انه هي تقوى. لما اعترف بايجابياتي واعرفها منيح، فانا بشتغل على تنميتها، على تطوير مهاراتي. بس احنا هلا على السنه الجديده، كيف انا مرتب الاشخاص بحياتي، دائرة حياتي، الأشخاص اللي أنا عم بتعامل معهم بمحيطي، إن كان أهل، إن كان أصدقاء، إن كان ضمن شغل أو ضمن الحياة بشكل عام، كيف هدول الأشخاص ترتيبهم بحياتي وحط جدول. يعني أنا دائرة حياتي اللي هي محورة مثل ما سبق وحكينا، محورة أنا والأشخاص اللي أنا بتعامل معهم، كم حدا خلال هاي السنة طلع من دائرة حياتي وكم حدا دخل لهي الدائره؟ هلا اذا بتسالي الكل بيقولوا لك كثار. هلا اكيد هلا بقول لك اغلب البوستات هلا اللي كان عم تنكتب على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الشيء طبيعي، يعني عام التخلي بتحسي. هلا هذا الشيء طبيعي، يا ربي ما تكون هاي السنه عام ان شاء الله يا رب. لا بس هذا الشيء طبيعي، يعني هي اسمها دائره حياه قابله انه عالم تفوت وعالم تطلع.
بس الأهم من أنه العالم فاتت عالم طلعت ما يكون هاي الدخول والخروج بشكل عشوائي. صحيح. يعني أنا كم شخص طلع من حياتي خلال هاي السنة خلينا نقول؟ طب هن طلعوا بخيار مني ولا بخيار منهم ولا الظروف جبرت أنه هن يطلعوا؟ وما خلي هاي البوابة مفتوحة، مملكتك تكون مفتوحة لمين ما كان. تمام. لازم أنا أعرف مثل ما قلت قديش الأشخاص أنا أكون محصنة حالي يكونوا قريبين مني، قديش أنا لازم أكون محاوطة حالي بناس إيجابيين وبدعم نفسي بثقتي بحالي والناس الإيجابيين اللي حوالي. لما الأشخاص عم تطلع أنا من حياتي عم بعرف إذا أنا كنت السبب ولا هن السبب ولا الظروف السبب. لما أشخاص عم بتفوت لحياتي، لأنه كمان إحنا مثل ما بنخسر ناس يكون في أشخاص جداد فاتوا لدائرة علاقاتنا. صحيح بهي، ولكن يمكن في نقطة كتير مهمة هي عملية الغربة، اللي إحنا ما فينا نحط الحق على الأشخاص ولا طبعا على حالنا. يمكن إحنا كمان في أشخاص ما بيتطابق عقلهم على عقلنا، أو مثلا روحهم ما في تواصل روحي بيناتنا. ممكن هدول الأشخاص نفسهم اللي إحنا طلعناهم من حياتنا يكونوا رفقات أشخاص تانيين بس ما يكونوا رفقاتنا، والعكس صحيح. قديش مهم معرفة الذات، معرفة نقاط الضعف عنا. نحن كمان عندنا أخطاء وعندنا سلبيات وعندنا أنواع من العقد. مشان يعني هيك ما قلنا أنه أنا لازم أتقبل نقصي لما أطلب من الشخص اللي قدامي أنه هو يكون حدا كامل. مثل ما قلنا أنه في ناس طلعت وممكن أنه تكون السبب، في ناس دخلت. طب هذا الشخص اللي دخل على حياتي هل هو دخل بشكل عشوائي على الدائرة تبعي؟ فات هيك دخل بالصدفة، دخل ليعبي فراغ، يعني حدا طلع فحدا فات مكانه على دائرة حياتي. طيب خلينا نحكي جدول، يعني هلا يبلشت هلا عم نحكي عموميات، بس خلينا نبلش مثلا نحن هلا يوم والثاني بنستقبل عام جديد، خلي كل الناس تمسك مثلا ورقه وقلم وتقول انا حاطه جدول بدي احط 1 2 3. شو هن مثلا اهم النقاط الاساسيه اللي بدي ركز عليهم؟ انا مثلا عرفت نقاط ضعفي ونقاط قوتي. مثلا في كثير من الناس بتقول لك انا امبارح مختلفه عن اليوم، يعني نور اليوم غير نور امبارح دائما. فخلينا نحكي عن البنود الاساسيه او الاهداف الأساسية اللي بتبلش مع العام الجديد، مشان كمان بتلاقي مثل ما قلت بالبداية نحن ناس عاطفيين ما أتأذى نفسيا، ونحن ناس حساسين زيادة بس ما بنظهر كمان هيدا الشيء قدام الآخرين. أكيد. مثل ما قلت أنه أنا أكون عم بعرف كيف الأشخاص عم بيفوتوا، يعني هل أنا حاطة معايير خاصة للأشخاص اللي أنا بدي أتعامل معهم؟ مثل ما قالت يمكن هم ما بتوافقوا معي روحيا، هل أنا حاطة هذا المعيار لفوتهم على دائرة حياتي ويكون حياتي عن جد صح؟ ولا أنا مثل ما قلت أنه أنا عم فوت شخص لعبي فراغ؟ هلأ الشخص اللي أنت عم فوته ليعبي فراغ أو عم فوته بشكل عشوائي هو أسرع حدا رح يطلع من دائرتك ورح يسبب لك الأذى. ليش؟ لأنه لما أنا تبلش الناس عم تطلع كتير من دائرة حياتي بسبب أنه هن عم بيدخلوا بشكل عشوائي أو لعبوا فراغ، أنا رح بلش بجلد ذاتي وأنه أنا ممكن حط الحق علي أنه أنا ما عم بعرف أعمل علاقات صح. لبلش أنا أتواصل مع الآخر وحط نقاط لأقدر أتعامل مع الأشخاص، لازم أول شغلة تتعامل أنه أنت تحترم وجود هذا الآخر. صحيح. تحترم كيان هذا الآخر اللي أنت عم تتعامل معه، تحترم خصوصية هذا الشخص اللي قدامك، تحترم اختلاف. لما أنا أكون متقبلة اختلاف الأشخاص ومحترمة هذا الاختلاف، ممكن يكون هذا الاختلاف اختلاف عقائدي، اختلاف بالجنس، اختلاف بالأفكار، فكري بطريقة التعامل، اختلاف بالأهداف، اختلاف بالأجيال، ممكن اختلاف بالعمر. كل هذا الاختلاف أنا لما أنا أكون واعية لإله، أكون أنا عرفانيته ومتقبلته محترمته، رح أقدر أنا أتعامل مع هذا الشخص بغض النظر عن اختلافه وأبني جسر تواصل بيني وبينه. يعني إحنا ليش عم نقول نبني؟ لأنه لازم الواحد يجي شوي على حاله، هو ما بيكون الجسر هيك جاي خلقان طبيعي، لا أنا ببني هذا الجسر لأتواصل معه حسب أنا شو معبي كوبي، يعني كيف أنا متعباي بكون أنا عم بتواصل مع الأشخاص. يعني إذا أنا معي كوب مثلا فيه مي وحدا دق فيني، لو انكب علي أو انكب هذا الشخص هو آني، يعني رح يروح ما رح يعلم أبدا. قديش أنا بكون مرتاحة من جوا رح يظهر هذا الشيء. ممكن يكون كوب فيه قهوة، هلا ممكن اتضايق مثل انه 5 دقائق 10 دقائق يوم يومين، بس انه بعدين ما يكون اثره طويل المدى. صحيح. اما اذا كنت انا حدا كثير معبى من جوا، كثير مليان سلبيات عن كتير حالي، كثير مكسور الكسر ما بتصلح طبعا، لو انه ترمم وتجبر بضله مكانه معلم مبين.
اتعامل مع الأشخاص بابتسامة دائما، هيك الابتسامة والكلمة الطيبة، لأنه الابتسامة والكلمة الطيبة طبعاً. هي زكاة، لأنه بيقول لك الكلمة الطيبة هي بتطلع يمكن مثل ما قلنا الحية من بكرة. فالمعاملة كمان الطيبة ما لها علاقة بالنية الآخر، هي بتنعكس على نفسيتك وروحك وقديش أنا بعطي وقت لعملية التواصل. إحنا هلأ بعصر السرعة، يعني يمكن ما عم نقدر نخلق وقت لنتواصل بطريقة بعيدة شوي عن مواقع التواصل. يعني صرنا إذا حدا صار عنده حالة وفاة بناخذ بالخاطر عن طريق النت حدا، يعني صارت واجباتنا إنه ما عم نقدر نتواصل بالشكل الصحيح اللي فيه مشاعر التواصل الحقيقي. فأنا إذا بقدر أخلق وقت لأتواصل مع دول الأشخاص بشكل مباشر وحقيقي، فأنا بكون عم بكسب حالي، حتى لأنه التواصل بيعطي بنشط الروح وبيعطيها إيجابيات كتير. صحيح. يعني بهي حكيتي كلام كتير حلو، يمكن عم نودع سنة وكانت هيك يمكن عطينا للي عم يشاهدنا شوية نقاط أساسية مشان نستقبل سنة جديدة مليئة بالأشخاص اللي هنن حدنا، يكونوا حقيقيين معنا، إيجابيين، أهم شيء حقيقيين. أكيد يمكن الإنسان من نفسه ينطلق من ذاته طبعا، يكون هو المنيح بغض النظر عن اللي حواليه، يمكن هو الكسبان. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لك ويعطيك العافية. أكيد سنة خير إن شاء الله، بتكون سنة خير على الجميع. مدربة مهارات حياتية بهي الطحان، نشكرك على وجودك معنا. ومثل ما قلتي الشخص لازم يبلش من ذاته، يكون يعني منيح، والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة مع الآخر هي بتولد بالأخير معاملة بالمثل. شكرا كثير لك. هلا هلا.